السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزل. اليوم الحصة تاعنا وين بالماضي يحسم الأمر بلايلي مع المنتخب الوطني الجزائري. احنا قبل لا نبداو في الموضوع تاعنا ماذا بكم اعطونا جيم كومنتير وبارطاجوا لنا الفيديو وهي معنا نسمعوا واش كاين جديد على بين بالماضي وبلايلي. بعد فسخ العقد تاع بلايلي مع بريست والاشاعات يعني غير متاكده مازال ما بان والو على بلايلي يعني مع اجاكسيو مع فريق اخر، يعني خاصه وين راه بدون فريق والامور ليس كما كانت من قبل. يعني لعاب اللي بدون نادي يجي يلعب في المنتخب الوطني وشاهدناها هذه الا مع المدرب المنتخب الوطني الجزائري. شاهدنا كيفاش كان فسخ العقد تاعو مع قاتل القطري ولعب كاس افريقيا بدون نادي من اجل تسويقه فقط. على ذيك نقولوا بلي اليوم حتى المدرب وين لن يستطيع يعني اللجوء لهذا اللعاب بسبب يعني فسخ عقده واصبح بدون نادي الا اذ دار عقد مع اجاكسيون يعني ويلعب مباريات باش يكون مع المنتخب الوطني الجزائري. دار له التسويق بعد فسخ عقده وكان يعلم المدرب بان البلايلي فسخ عقده يعني قبل ما يعيط له التربص التالي اللي داره يعني في سبتمبر على ذيك اليوم وين يريد يعني تبرئه نفسه من بلايلي. من اكدت صحيفه ليكيب يعني كشفت صاحبة ليكيب الفرنسية أن المدرب الوطني الجزائري اتخذ قرار نهائي بخصوص توجيه الدعوة ليوسف بلايلي خلال تربص شهر نوفمبر القادم. يعني والكل يريد اللعب هذا المباراة لأن المباراة سوف تكون يعني عرس في مارسيل، يعني من أجل عرس فقط ليس من أجل عرس، من أجل يعني كسب نقاط أخرى للمدرب وليس للمنتخب الوطني أو لعب من أجل نقولوا باللي اللعب من أجل كيفاش بناء خطة منهج بناء منتخب قوي. احنا رانا مازلنا يعني مازال المرض غير هو المرض، وهو يعني الفوز وترك المناصر البريء يعني اللي عندهم براءة في رسالهم ما يقدر يتبع كبير بصح عنده براءة في راسه، يعني التصفيق والتهليل يعني بكل طرق يعني من أجل المدرب وفقط المدرب ليلعب مباريات يعني سهلة من أجل المصلحة تاعو وفقط ليس من أجل مصلحة الجزائر أو مصلحة المنتخب الوطني الجزائري. هذه نقولوها ومتأكدين منها، راني متأكد منها أنا يعني. وأكدت صاحبة أن الناخب الوطني أعلم يوسف بلايلي أنه لن يكون متواجد في تربص الخوض القادم إذ بقي على نفس هذه الحالة. يعني ما دروك قاعس راه في شعل ما لعبش، ميتا ما لعبش، قلعوا زوج مباريات تسويقيه، انا نسميها زوج مباريات تسويقيه. يعني اللعاب مازلنا يعني نحوسوا كيفاش تسويق اللاعبين كيما نهار اللي كيسموه اسلام سليماني وين كان مطرود من لشبونه سبورتينغ لشبونه وجابه في جوان لعبه لعبوا ديو ماتش وقيلة باش يديروا عملية التسويق فقط. خاطش علاه وين تستغرب وين يقول لك يقولوا له على بنيطو يقول لك نقص المنافسة، يقول لك على بالفوضيل نقص المنافسة رغم هما كانوا يلعبوا حتى وين بونجاح كان يلعب في ذاك الوقت كان مازال ما كملوش الشامبيونات تاعهم وكلش ما كملوش بصح من جانب آخر تصيب جاب سليماني اللي كان من 29 مارس لعب ربع ساعة حتى الجوان جابه يلعب وقال لك لا جبته من أجل الخبرة تاعو من أجل من ومن أجل من هي ومن أجل يعني أمور يعني ما تعرفهاش ماشي ما تعرفهاش. ناس لا تريد الكلام ما بغاوش يقولوا كلمة الحق. هذه هي اللي نشوفوها، هذو الناس كيفاش يحوسوا بكل طرق اسكات ناس اللي يتكلموا وينتقدوا هذا النقد البناء.
خاصك تشوف ناس تهدر نقد بدناء. هذه هي هذيك يقول لك مي تجبد الحقيقه هذه. انا يعني دروك انا نشوف باللي الا ما عيطش البلايلي خاطش علاه الامور ماهيش كيما بكري. الامور مش كيما ريش كيما بكري، الامور انكشفت. يعني هو المدرب مالغري يعني كاين واحد الفئه في المواقع وين تظهر بان كل الجزائريين يتكلموا كيما هما راه غالطين. هذا الناس انا نشوف بلي هذا المدرب لقد فشل. مدرب لي لازم عليه كان يحط الاستقاله تاعو ويروح يزيد يتعلم التدريب، لان الخطط تاعو خطط اكل عليها الدهر، يعني خطط قديمه هو جاب راه باغي يخدم بها. يعني رغم انه ليس له مستوى، يعني مستوى تاع منتخب، مستويات تاع عندي المدربين اللي يجوا لافريك هذه نقولوها ونعاودوا. هو راه يشوف بلي خاطش علاه كون مازلنا نلعبوا مازلنا كره بلايلي وكون مازلنا نربحوا ديك ست كرهنا لاحقين 100 بارتيه بدون هزيمه. هذا اللعابه كاع راكم تشوفوا بهم كاع يروحوا فاكونس يقعدوا في اليونان فاكونس بالشهرين ثلاثه ويعاود يعيط لهم نورمال. وما تهدرش بالك تهدر انت عادو. وين اضافت ليكيب يعني وين ان المدرب طلب من يوسف بلايلي ايجاد حل لوضعيته الصعبه والتي يمر بها بعد ان فسخ عقده رفقه ناديه السابق بريس. والجدير بالذكر ان عدد العديد من التقارير قد كشفت خلال الساعات الاخيره ان يوسف بلايلي سيعود للعب في الدوري الفرنسي رفقه نادي ارجع. انا نقول باللي يعني باش نقولوا باللي اللعاب هذا اللي تشو يعني وين تكلم قال باللي عندنا باللي بعض الصحفيين اللي قال لك بسبب العائله تاعو بصح. لكن هنا وين تشوف باللي اللعاب هذا وين راح يعني عاود ولا اجاكس. انا الله يسهل عليه مع نادي يعني اللي ما غاديش قال لك يفجر الطاقه تاعو. فجر الطاقه تاعك تمي تلعب مع في نادي لعابه فيهم كبار يعني ميليو تيرا مليح ديفونس مليحه اللي يعاونوا لي زاتاكو يخدموا مع لي زاتاكو يخدموا ماشي مع نادي يعني بريست يضرب من يلعب من اجل السقوط اجاكسيو كذلك من اجل السقوط. يعني انديه يعني مغموره نقولوا بلي انديه مغموره سبحان الله. انديه اللي تلعب من اجل عدم تلعب باش ما طيحش لاسونسير في فرنسا. هذه بريست هذه ميت هذه تور هذو كاين واحد الانديه يعني يسموهم لاسونسير انديه تاع لاسونسير طالعين مهودي ما عندهمش لوبجيكتيف باش يقول لك نلعب على الشامبيونز ليغ ولا نلعب على الشامبيونه ولا يعني يلعبوا صعود يعني من اجل المدينه تاعهم يلعبوا في القسم الاول وصايد من اجل الانصار تاعهم. هذا مكان ماشي قضيه باش لعاب يقول لك راه رايح. راك تشوف احنا كي نقولوا بالناصر راه يتحوس عليه ليفربول. علاه يتحوس عليه ليفربول؟ باش يروح ليفربول باش يدي لقب يلعب في ميلون. بصح كون نشوفوا راح ليفربول يقول لك انا باش ندي القاب انا النيفو تاعي انا نلعب ابعد نقطه في الشامبيونز ليغ انا ما نقعدش نتيليمينا الدور الاول. كاين بزاف امور كاين بزاف صوالح. على هذيك نشوفوا بلي يوسف بلايلي مع المدرب واش بيدير مع المدرب يعني قضيه فتره برك فتره كيما خزن بونجي خزن بغداد بونجي كسموه بن عمري خازن واحد اللعابه ومن يعاود يريبروني مجموعه تاعو صايك. هذا خازنهم برك فتره. هذا مكه فتره والكل يكون في علمكم الكل راه يضغط على المدرب. لاعبين راهم يضغطوا على اللاعبين كاين اللي مبعدين راهم يضغطوا على المدرب باش يلعبوا في مارسيل باش يلعبوا في فرنسا لانه يعني عرس عرس و يعني ما صالح. كاين امور حنايا نقولوا بلي امور من اجل باش يلعبوا باش يصفقوا عليهم. الله اكبر الله اكبر كيما يدار لهم في وهران. هذا مكان هذا مكان ماشي قضية تاع حاجة كبيرة ولا هي قضية تاع الله أكبر الله أكبر هاكا ويدير لهم هاكا وصحيح. هذا مكان ماشي قضية واعرة. بلا ما تنساو أعطونا جيم كومنتير وبارطاجونا الفيديو.
باش ديما نقعدوا معكم بجديد، وربي يحفظكم وصعيد وخاطي.